صاروا الاستاذ يزن وبيشرح استنى اشرح لنا كان غرقان امتى هم مش حاسين بالفرق انا اول مره ادخل احكي لنا ايه اللي حصل اتفضل هو اللي مش عارف هو المبنى ده بقى له فتره كبيره جدا مش عارفين الغرض يعني في راي بيقول ان هو مقبره كده وفي راي ثاني ان المبنى متجوز بس هو كان مشكلته المياه الجوفيه لكن المياه اللي بره كانت سورس على طول لان هو يعتقد ان هو برضه جزء من التل الازلي اسم المبنى الاله مزوري ده غرفه التبول وفي في المناظر اللي شايفينه حضراتكم في السقف ده كل دي مناظر الاله نوح اللي هي اله السمع من مصر القديمه طبعا كلها مناظر لو شفتها في غايه الروعه اللي انتوا شايفينه ده ما كانش كده ده كله ده كان الميه يعني مليانه يعني طب استاذ ياسر صحح لي معلوماتي انا باجي هنا من 25 سنه اتفضل عمري ما نزلت هنا ليه بقى؟ لانه كان الميه فين يعني ده اول مره من 80 سنه منسوب الميه ينزل بالشكل ده في اكسس بص على نزول الميه كده ها؟ ده هو اللي مش لأول مرة من 80 سنة يبقى في اكسس للمكان ده طبعا مزارعيننا في المنطقة فازوا مجهود خارق يعني عشان نوصل للمستوى ده وان شاء الله